السادة المشاهدين أهلا بكم. النهاردة بقى بفتح المصري اليوم فلقيت الكاتب الصحفي حمدي رزق كاتب عن دار الإفتاء، وكاتب إن هم في 2019 أصدروا 1,100,000 فتوى بزيادة مش عارف كام في المية عن السنة اللي فاتت، السنة 365 يوم. يعني بنتكلم مثلا عن إيه أكتر من 3,000 فتوى كل يوم بتروح لدار الإفتاء. هل ده شيء إيجابي أم سلبي؟ انا شايف انه شيء غريب وهذا عود الدهشة. يعني اصل خلي بالكم ده دار الافتاء، ده ان واحد راح رايح لدار الافتاء، ان في واحد بيسال شيخ المسجد، بيسال واحد صاحبه، في حاجه اسمها جوجل على النت بيجيب له كل المواقع. ده الناس اللي رايحه للمؤسسه الرسميه عشان تاخد فتوى شبه رسميه. وانا قبل ما اناقش الموضوع ده يعني كان في موقف غريب لازم اقوله. احد اصدقائي حماته وفى، فالمهم هو قال لحماته، هو طبعا قانونا هو طبعا شخص يعني يحب يهزر شويه، مش عايز ان حماته تخرج من البيت. قال لها بس انت ايه، لازم تقعدي في البيت 4 شهور العده وبتاع، وكمان ما تخرجيش من البيت. فالمهم ايه، هي اتصلت بدار الافتاء. الست دي عندها 77 سنه. فالمهم اتصلت بدار الافتاء قال لها 4 اشهر و10. قالت له يا مولانا عندي 77 سنه 14 و10، انا كبيره في السن يا مولانا 14 و10. دي الفتوى الرسميه اللي جات لها عن طريق التليفون من دار الافتاء، واكد لها على اكدت له على سنها وان هي خلاص كبرت وانها كذا. 14 تقعد في البيت. مش خلي بالكم بقى، اول حاجه لو جينا نص القران 14 و10 صح، موجوده في القران للايه، للارمله. بس دي العده مش عدم خروج البيت. عدم خروج البيت دي حاجه شعبيه، ان ما تخرجش من البيت وجوزها ميت، ده كلام فارغ يعني ما يقولوش اي حاجه من الدين ولا من السنه. النقطه الثانيه ان سوره الطلاق الايه 3 واللاتي يئسن من المحيض ان ارتبنا فعدتهن 3 اشهر. يعني قصده ان ارتبنا يعني ايه؟ يعني لو هي مثلا 45 سنه فالحيض ما نزلش، ففي لسه في مرحله شك، ممكن يكون انقطع بس بسبب مرض، بسبب حاجه، في ارتياب. انما 77 سنه ما فيش ارتياب، ده ايه ارتبنا 3 اشهر. يعني خلي بالكم اللي هي الكبيره في السن اللي هي ياس من المحيض اللي هي يعني 45 50، بس الحيض فيه شك ان ارتبنا العده 3 شهور. المفروض ما فيش ارتياب، ما فيش عده اصلا. وبرضه احنا بنتكلم العده دي اللي هي ما تتجوزش، دي واحده 77 سنه يا عيني محبوسه في البيت لغايه دلوقتي، عدى عليها بتاع 3 شهور بتاعت سبب فتوى دار الافتاء، وما فيش اي علاقه ما بين العده وما بين المكوث في البيت. المكوث في البيت دي حاجه شعبيه، يعني ايه ان يقول لك واحده جوزها ميت يعني فما ينفعش تخرج من البيت، يعني حاجه كده يعني ايه، اكنها بتدور على زوج يعني. وطبعا ده كلام فارغ ما بيحصلش، والمراه الموظفه تخرج للشغل، ما فيش حاجه اسمها تاخد اجازه وفاه زوج. اللي انا اعرفه اجازه توضح، ما فيش واحده موظفه بتعمل هتاخد اجازه وفاه زوج عشان تقعد 3 4 شهور في البيت. ده كلام فارغ طبعا، ولكن دي كانت فتوى دار الافتاء. ويا عيني الست لغايه دلوقتي محبوسه، واتمنى دار الافتاء تدور على الفتوى وتتصل بيها ويطلعوا البيت حرام. وهي ست هتخرج ايه، بس ست كبيره في السن والحمد لله يعني ما زالت بتقدر تمشي، عايز تروح المول. طب صديق ده عمل كده ليه؟ هو مش هتخرج من البيت، لان لو تخرج بتضطر ايه بنتها الكبيره اللي هي مراته تاخدها بقى مثلا توديها المول، توديها تقعد في كافيه، ترفه عنها في مكان. يعني ست كبيره وعايزه تقضي حياتها، يعني ايه تستمتع بالسنوات القليله اللي فاضله في ايه في حياتها. فمحبوسه بقى لها 3 شهور دلوقتي بسبب فتوى دار الايه؟ الافتاء. نيجي بقى للموضوع. يعني انا حتى فتحت دار الافتاء النهارده، يعني هم ما رضوش، يعني طبقا لكلام حمدي رزق ان هم ما رضوش يقولوا بالظبط النسب ايه؟ لان هم عارفين النسب فضيحه. ليه النسب فضيحه؟ لان انا متاكد ان 90% من الفتاوي طلاق وجواز وحلف بالطلاق الثلاث على مراته وحاجات زي كده. ولذلك راحوا كاتبين ايه بقى؟ فتاوي الحلفان بالطلاق واليمين يجي المركز فتح دار الافتاء النهارده، يروح للايه؟ للدار. ليه يروح للدار؟ لان هم قولا واحدا هيفكوا الطلاق. كنت غضبان، لا طب انت يعني عملت معاها علاقه حميميه في هذه الفتره من الطهر، لا ما اعرفش ايه، هيطلعوا له سكه بحيث في النهايه يبوظوا الطلقه، لانه غالبا طلق 17 مره قبل كده، بحيث ان هو يعيش مع مراته وعياله. ما اصل ده كلام فارغ، يعني قصدي يعني ان هو اعتبر هذا الكلام من الدين. ويعني طبعا مش عايز نقول بقى في طبعا يعني افلام بتاع الفيلم بتاع عادل امام بتاع المحلل مع فؤاد المهندس وحاجات زي كده، زوج تحت الطلب، وعمل مسرحيه الواد سيد شغال على نفس الايه الصيغه بتاعه المحلل، وان هو ايه طلقها 3 مرات وايه وعايز يتجوزها. كل اللي بيروح وعايز يرجع لمراته تاني فيجيب واحد محلل ايه
وطبعا دي يعني انا مش قادر اتخيل يعني هم ليه بقى يمين الطلاق خلوها فردي، هو قولا واحدا اي واحد هيروح لدار الافتاء هيبوظ له الطلاق، بحيث اصل واحد مستقر وعايز يكمل مع مراته وعياله وعنده 3 4 عيال سواء سنهم صغير سواء سنهم كبير، محلل ايه اللي هيودي مراته للمحلل؟ ده الابناء الكبار حيرته ولا الحياه هتستقر ولا حاجه، ولا حد منطقي يقول ان هو ايه. وبعدين المصريين بقى الحلفان بالطلاق ده كده ايه على سنه هو بيلعبوا طاوله يعني، فالموضوع بقى مش ايه كتير جدا، هاتي اعملي شيء وليه مش عامله طب عليها الطلاق تعملي طنشته ما عملتش بقى خلاص الحلفان يمين وقع او ما وقعش او مش عارف ايه وكلام من ده، وديت المره ال 15 يحلف عليها بالايه بالطلاق او في حاله انفعال يطلقها. فقولا واحدا هو هيروح للشيخ هيبوظ له الطلقه بحيث يكمل، وانا اعرف ناس كتير جدا بالمنظر ده طلقوا ب 17 مره بس عايز فتوى من شيخ يحلله الايه يحلله الموضوع، مش منطقي اصلا. وهما بقى ليه مش راضيين يجاوبوا الفتاوى دي في على الهواء؟ لان كان برضه في مشكله اللي حصلت على الهواء قبل كده في موضوع الجواز الطلاق اللي هو التحرير، مش حاجه اسمها طلاق شفوي، لان دلوقتي واحد عايز يكمل مع مراته وعياله وعنده 3 4 عيال كبار وطلقها 3 مرات في حاله غضب في حاله كذا في حاله كذا في حاله كذا وعايز يكمل يعني. انما فكره بقى ان هو الناس رايحه لدار الفتوى في حياتها الشخصيه في كل يوم يروح دار الفتوى، خلي بالكم زي ما قلت لكم غير اللي بيروح للشيوخ، غير بس واحد صاحبه فاهم في الدين شويه، غير بيخش على النت وبيسال الايه المواقع الالكترونيه، الحياه مش كده، الدين مش كده يعني، الكهانه بهذه الطريقه مش كده، الحياه بسيطه جدا والدين بسيط جدا. وحتى لما شيخ الازهر اتكلم على الثوابت ما لقاش الا في الاخر العبادات، والحرام بين يعني الحاجات الحرام زي ما بيقولوا يعني بعض الشيوخ في نصوص القرآن ان هم 14 حاجه بتحرمها في القران، اللي هو يعني الحاجات الاساسيه، بعد كده ايه الاصل في الاشياء الاباحه. فكره وصايه الدين على الحياه بهذا الشكل وتعقيدها، وان يروح مليون و100 في سنه واحده للافتاء عشان ياخدوا فتاوى رسميه، غير اللي بيروحوا لشيوخ المساجد، غير اللي بيروحوا لاصحابهم، غير اللي بيروحوا للنت، ان وكان الحياه كلها ماشيه بفتوى، انت افتي لنفسك يعني، استفتي قلبك ولو افتك الناس وافتوك، الناس عارفه الحرام فين والحلال فين. والمبالغه في الفتاوى بهذا الشكل اعتقد ان هو شيء سلبي مش ايجابي، لان المعنى ان الناس مش عارفه تتحرك في حياتها الشخصيه الا بوصايه دينيه. لا، الناس عارفه العبادات وعارفاها كويس ومحدش بيتكلم فيها اصلا يعني، عبادات حاجه معروفه لكل الناس، وحياتهم الخاصه الدنيا معروفه، والمواريث اصلا يعني اذا كنا بنتكلم في مشكله في المواريث، هو بيروح الفلوس في البنوك دلوقتي مش هيقسم زلعه، هو هيطلع زلعه من تحت الارض ويوزع الذهب بتاعها، هو تلقائي البنك عنده النصوص فين اللي عامل اعلان وراثه كذا ده نصيبه كذا ده نصيبه كذا، في اخوات صبيان لا ما فيش اخوات صبيان ده امها عايشه ده مش عارف اخواتها عايشه، هو البنك عنده القواعد لانه هيوزع الفلوس الموجوده في البنوك طبقا لقواعد معينه. وبعدين لو رحت لمحامي صغير هيقول لك القواعد اللي في القانون المصري اللي بتوزع المواريث، يعني الموضوع مش ايه مش عقده ومش محتاجه لدار الافتاء، انت تروح للقانون للمحامي، او حتى لو رحت للبنك اللي فيه هذه الاموال هو تلقائي باعلان الوراثه هيوزع وهو عارف الانصبه، مش محتاجه منك معرفه لحاجه. ففكره الدخول على دار الافتاء بهذا الشكل سواء على الاتصال التليفوني او على مواقع الكترونيه بهذا العدد الضخم، انا اعتقد ان هو معيار سلبي، والحياه ابسط من كده والدين ابسط من كده، واستفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك، الموضوع مش محتاج كل هذا التعقيد. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه ان شاء الله.